الاسم ديالي زهيرة، ساكنة في سيدي معروف الرابع، درب السلطان القريعة. الأم ديالي كانت تهرسات نهار الحد، ديناها المولاي الحسن، مولاي الحسن ما قبلهاش، صيفطوها للسقاط. السقاط بقاو شادينا شي 3 أيام، عاود اليوم عاوتاني عيطوا عليا، عاوتاني داوها لميريزكو. ميريزكو قالك ما تدخلش تمشي ديري ليها التصويره ب 24,000 ريال، وما عندناش البلاصه، يعني خاصنا نبقاو ناعسين تما واحد اليومين ولا 3 أيام تتخول البلاصه، وغير في الزنقه يعني ما غاداش تدخل لداخل. قال لي غتبقاي غير على برا سكاو صافي، وما بغاوش يدخلوها لينا، وبقينا عاوتاني تما كاين. عاوتاني عاود هزيتها دابا ورديتها للسقاط. السقاط قال لك دابا حنا باقي ما عندهم ما غادي يديروا لينا دابا، عندها هرسه صعيبه، مخرجين لها الفتيح والحديد، طاحت عليها واحد الطابله ديال الحديد، كانت واقفه نهار اللي كانت تصب الشا، واقفه تتسنى الشا تحبس باش تجي للدار. صافي كانت واقفه واحد السيد ويقول لها كحازي، باقا حتى ما كحازتش، باقا كاع ما تململت، ويدفع عليها الطابله صافي، وطاحت تما كاين في البلديه ديال هذا صافي. وملي هزوها عيطوا عليا فين مشينا ديناها المولاي الحسن، ما قبلهاش، قالك ما كايناش بلاصه ما تدخلش، ولا بغينا ندخلوها قالك ما نشوفوش فيها وما نهضروش معاها، تدي لنا هاد الراديو ب 24,000 ريال. قالك ويلا كانت بلاصه ما كانش بلاصه تبقاي تسناي على برا تتخوى البلاصه. وراه دابا راه مشينا جوج خطرات في الزنقه ما تندق بلا ما شافوش فينا كاع، ما دخلوها ما والو. الطبيب اللي شافها قالك ملي بقاو شاده السقات 3 أيام علاش جايبينها لينا، ما تجيبوهاش لعندنا حنايا صافي. عاوتاني وعاودوا ردوها 3 أيام والو، مع الجامعه والو، حدهم الدواء اللي كتبوه لي راه شريتو ليها وديتو ليها، والصحة ديالها راه والو، راه غادا وتشدها، وراه في عمرها 63 عام ماشي صغيرة، يعني ما غاداش تصبر لذاك الجهد كله، مكرفصة بزاف. والطلب ديالي اختي لكن شي محسنين اللي تساعدوا معنا يدخلوها، ولو غير السبيطار ما بغينا حتى حاجة حنا، يدخلوها غير السبيطار وتكلفوا لها غير بالعملية ديالها. ما تسمحش علينا اختي، انت تشوفي الحالة كي دايرة، يعني ما في استطاعتيش نمشي ندير لها هذاك السكان، راه وحلت فيه انا ب 24,000 ريال، غير الدواء اللي خديت لها غير عاونوني غير الناس. ها الناس هما اللي عاونوني باش خديت ليها الدواء، يعني ما استطعتيش. كاينين خوتي حتى واحد ما عقل عليها، يعني انا اللي قاسه معايا، انا اللي هزاني اللي مكلفه بها، ما عندها لا راجل لا والو، عايشه معايا. عندي جوج وليدات، والنداء ديالي للمحسنين هو يوقفوها مع امي، ما بغيت حتى حاجه انا، يوقفوا معايا يديروا لها غير العمليه ويدخلوها للميريزكو، يديروا لها بعدا كنا غير العمليه، ما بغيت حتى حاجه. 06 32 32 40 40 26 09 09.